وحن تعلي مركزينا تركيا تاريخ بداية رجل كتل ماما صبابته وحي سي ومركز في اهدا بيي مركز في اوكتل يطلس سلامي وحكو قياس قادا كرتاها دي مركز في وعين كاو اكادو ما لها سلا وحي كدعا يا موحي اللي وضط الشبي ايه تسالة وقادا كرتاها رجل البيض مؤامرات دي مدودة انا هنا انقلابا دولة سلامي ماشا سكي شفتها فعلا ما انقلاب بيقول لجاي انقلاب كاسيه وهو قامين ايو مما ايو صوتها وبرين قولوا بحيمك على ايضا مصطفى كمال اتاتورك انقلاب تنوصل بعي كدب مركي وهشيس لقى لي رار قلبه استقعد درينيكي لورنس ري عسمة نونو هشيس كاسيوه معاهدات معروفة وهشيس كالله يقانا معاهدة اللوزان لوزان واللوسيانة باصل ايه مقالة من سيزرلاند كترسا معاهدة دا وحا ودقل ايه قولنا وحين طلاب الساسكرتي تركي دعا هي وزير خارجيه انجليس كمركز هي كازون لوريكري وحي سعطين نوفان بركون سقال بغولي اللبي اللبا سنكي إلا جاني وريكون سقال بغولي صدح اللبا سنكي هراء ايامرك هرابا اللو اريي خلافة اسلامي قاهي او سلطان عبد الحميد كون سقال بغولي سقال كي تدبي اللبا سنكي ابريل ايالا انقلابي لغانا ساري وضك لكن لو مدى واقع من خلافة دي دونتين من كلهم بيصاري لهم غعيالة معاهدة السموحة لغو لقى لها أفر بلان أفر تاهدو فوليو إن انقلاب في سوصة عنايو إن دولة داسي مركا واحد اللي باتنق عليها يستوضر رجل البيض يحلي لدونا أفر تشرطي إن لغا قاضي أما أفر بلان بلان لغا قاضي معاهدة دو أفر تركون إيكا كوبنا إدو أقواكا وحالي ديكو إن الخلافة الإسلامية بعديسه إن أنا ندب مقال كتاب السنة وحلو حكومة واحد بنتك لك هذا بقى لكن اللي بعد بعضه كتاب السنة هنا وحكومة إنه قهر تضع مسا وتحقيق السماية إنه الدبر جوية وحلالية وش المحاولة عما إسكت ضيع اللي قصة مية إنه قصة عليا خلافة الإسلامية لها إنه أنت كسيف وقاده وإسكت ضيع شعائر في الإسلامية صلاة الصوم كحاجة وحاسين مترترة إنه قاطه قانون كرر قلبات هديتين نظام دستوري هديتين نظام قانوني يبا إن لغونا قم وضن كاسي قانون كرر قلبات إن لقاطه أفرطا الشرط المركز قاعدة طبعي له دين بانه أقول لهي إنه نتاغيرا لما يسترفو سينا وإنه قاطه أفرطا الشرطي مارش سد حليدي كنت قال بغولي أفر يلا باسنكي ايام مركزي انقلاب لغو سميه الدولة دي السلامي قهي وحانا اللي عدي فكرة ده مانت الله يقانه جمهورية ده تركيا فكرة ده جمهورية مالت اسبالة بلاده واتضوات انسانة قهر محو سميه مركز وحو يسكد ده مركز يقوه الرئيسي بما حاكمتي شرعي قهي دي اوقاتي سلامي قهي ببابي كنت قال بغلية شنية لباتن مركي مريسة وقانون صاصرة ممنوعية زيجة إسلامية لما انتي تبدو هنا حجابته منكو يلو كوفية دي عمامة دي وحاسقاته وحاسيه دان ممنوعية دات كوردان وحواجب لغا غادة غينة تاتان زيجة رار قلبات قبعادة كوفية دان يرى كاو بويقة اما نوع عاسين لحده وطان يرى إسلامية لغا دان كرا اي ممنوعتي وصاصرة قانون شيغية مركاسي إلا تشوتي السلام عليكم داتكو ينسكو سلامان الان حين عبا لسكو سلامي كرابو لي سيدا رير قلبك ان مدح اللي سيو رسو روريو كاس بي سلاة نقونا شابو لي اما سي قبعا بينا تكرو قاطو كوفيه دا ينا مدح اللي سار وصي يوسو سلامان انا دم كوفيه دا مدح حكا قاطو اما اد مدح هوسو دكتو كون سيقال بغلي سيدا دي لغتا كي بودانا قانون كلاسو سار ايو شيغي ايني ممنوع طهي الا ديغو شريعة دي سلامي اسلامر كاسي وصو سار اي قانون شيغي ايني ممنوع طهي قرآن كاين لبرتا وحصاص عرينا ممنوع تأفك عربين الواجبة وحصاص عري إنا يرجي يضمر كل حلقة كسيميين وحصاص عرينا ممنوع تأي نظام كتعدد تعدد الزوجات إنهم كنوا الضمر وقور سنكره وحصاص عري مركزي أفك التركي ووقور مشري حقا في عربية يعني ألفة بس كحروفة واستعمالان حقا في عربية أيهان شرتي
وهو مترتري ووحو بدلي حقا أبكى اللاتيني قاينة وصعطه وحصاصة على القانون الشيقية مالك الشمعين مالك شقطة هاي يعني مالك شمع أصف سحيان الشرين اي مالك أحده إلى النقطة مرخاسي مالك الضدكو أي فتحي تركيا وحا كل عضي مرخاسي لباسان إيا دور سندود بو ممنوع هاقف تركيين لغا مغلا حسب انتقية لباسان إيا دور سندود ayaa mamnuuc waxa ahaa qof muslima oo turkiya inay dhacdo inuu yiraahdo xaj baan tagayaa ciidina ka soo xaj tagay wuxuu bilaabay in hataa la yiraahdo aadaanku allahu akbar allahu akbar ilaa ajmaama banaana taariiula dur oo ilaahay inta meesha la istaago wa ilaahi baa weyn ilaahi baa weyn af turkiya ahadu al-a'imma imam kamid ah a'imada turkiga maalin la kulmay مخصوصي قبر ما يقصد ما يشيك كيرسي شاكو مركا اي شاك هذا طريفة وعيدي مركي وسير رغي انافك التركي قال لغتو كذا سلاة دا اللي قال يا الكدك يا كاخرين الحمد لله رب العالمين الصمالة لغو اخر غي يعني واحد لغو اخر غي اف تركي الهي با هويد وينو قف قبل عبا يعني ترجمة دي صورة دا وينو اخر غيه اينو يد اخر غيه وممنوع وعيدي مساجة كي هو ينام قال لغا بالصوق قالي dadkii baa safafkii salaadii isbaxay dabeetana salaadii baa la xidhay salaada markii la xidhay ayaa imaamkii jaalkii laga sugayay takbiiratul ixraamkii inuu dadka maqashiyo allahu akbar inuu yidhaahdo ayuu wuxuu yidhi buu yidhi taanriwuladur ayuu ku xidhay buu yidhi dadkii markay arkeen meeshan sida loo tukanayo qofba marubu maradiisa qaato labadiisa kabaska qaato waa iska baxeen markuu salaama naqsaday buu yidhi asalaamu calaykum ma jirto gunaydin malaklarin buu yidhi buu yidhi inta xagga eegay waa af turki gunaydin malaklarin weedhaa markuu yidhi xagga eegay buu eegay mise masaajkiiba xagga cidi kuma jirto gunaydin malaklarin buu yidhi xagga kale eego masaajkiiba cidi ma joogto labaatan iyo dhowr sannadood baan markaa turkiya masaajid jamaaca cidi isugu imanin muddo ku dhadhow oo markaay noqotay ninka raba inuu salaad tukado hadday inuu gurigiisa ku tukado waxaa dhacay masaajidkii ugu weynaa ee wadanka ku yaalay wuxuu bedelay matxaf museum akbar masjid wadanka ku yaala ugu quruxda badna waxaa loo bedelay matxaf meel museum oo dadka ay wax ku daawadaan waxaa laga mamnuucay markaasi in salaada lagu tukado ilaa maantana waa ka mamnuuc ilaa maantadan aynu joogno akbar masjid fi turkiya waa ka mamnuuc ilaa hadda in salaad lagu tukada waa madxaf la dhigo madaxyada dadkii hore iyo turkidii hore yeyda caabudi jirtay iyo wax la nooca taariikhdoodii la dhigo oo dadku markaasi ay u yimaadaan oo sasawirtaan oo laga baxo waa meel museum oo tuuristku ay galaan isku day inuu culamada muslimiinta oo dhan isugu yeedho ee turkida ahaa dabeetana inay saxeexaan waxa uu sheegayo ay dadka yidhaahdaan waa sax markay diideenna madaxu ka guray sirdaskoodii in yarbaa masar iyo meelaha u kala carabtay wixii kale markaasi wuu tuma haddii qalbi alcaalami alislaami meeshii islaamka looga talinayo marka sidaa loo galay maxaad u malaynaysaa dhulkii kale inay sidee yihiin waxaynu garan karnaa sida cilmaaninimadu ay ugu talax tagtay wadankaasi fi sabciinaad masalan professor najimuddiin arbakaan ninka la yidhaahdo iyo xisbigiisa markii maxkamada la taagayay ee inqilaabka askariga intuu dhacay la qabqabtay ee maxkamada la taagay yani waxaa la arkay inay turkiya islaam kusoo noqonayso nata ka qeyb gashay baa la yidhahdaa caawintii in inqilaabkaasi dhaco nimankii odhan jiray dimuqraadiyadaan wadnaa tacadud alxisaab baan rabnaa kan baan rabnaa ayaa markay muuqatay in islaamu soo noqonaya ka qeyb galeen dabeetana waxaa dhacay inqilaab inqilaabku markuu dhacay dib loo qabsaday ayaa professor najmuddiin arbakaan ninka la yidhahdaa maxkamad la taagay maxaa lagu maxkamadaynaya adigoo siyaasiya baa la yidhi baa dadka hortiisa ku tukatay turkiya lama gumaysanin ee waxaa loo bedelay nidaamkeedii nidaamka intii kalena waa la gumaysay inta kale waxay u bixiyeen tarikatu rajuli lmariid waxay dhahaan dhaxalkii ninka bukay caalam lislaami dee markaa cuhmaaniyiinta xukumi jirtay marka isagii dowladdiisa caynka loo galay intii kalena waxay dhahay waa dhaxalkii dadka bukayo yurub aa qaybsatay ninba inbuu gumaystay u kaxaysta
waxaa turkiya dib loo ogolaaday in salaadkii caadiya loo tukado 1950-kii. 1950-kii waxaa soo baxay nin la yidhaahdo Cadlan Mandris oo ra-iisul wasaare ka noqday waddankaas. Xisbi Cadaala xisbi la yidhaahdo hogaamin jiray, dabeetana isagoo loolankii doorashooyinkii iyo waxaasi ku jira oo dayaarad fuushan ayaa dayaaraddii la haligan. Dayaaraddii markay haligmaysay oo cirka la marayo ayuu ninkii rubaanka ahaa ama kruugii dayaaradda watay ayaa waxay dhaheen dayaaradda tani way dhacaysaa, waa in la gashadaa qamsaani najaas aaladan seifat yani qalabkan laisku ilaaliyo ee kuraasta hoostooda ku shiriyo waxa kan qof waliba weyna wixiisa xidhaa weyn loo diyaar garooba yacni dhicitaan. Cadlan Madras waxa laga sheegaa wuxuu yidhi markaas baan nadray, markaasa waxaan ku nadray buu yidhi ilaahayow haddaad maanta shilkaasi iga badbaadiso oo Turkiya mar uun madaxnimadeedu gacantayda ay soo gasho inaan islaam ku celiyo. Dayaaraddii way halaagantay, waxa allaaliya wixii ku jirayna xabadi kama baxsanin. Ilaahay si Cadlan Madras uu nabadgeliyey, keligii baa ka nabadgalay oo ilaahay subxaana watacaala si khaariqa baa loo nabadgeliyey. Cadlan Madras oo quna baa nabadgalay, in allaaliya intii kale dayaaradda saaraydna way dhamatay. Markuu nabadgalay buu wixii isku dayey inuu ballankiisii ilaahay ula qaaday uu fuliyo. Maca dalik shacabku siday ugu hoolanaayeen qof mar uun islaam wax la yidhaahdo u sheega isagay ugu rideen, dabeetana wuu ku guulay, wuxuu noqday ra-iisul wasaarihii waddanka. Ramadaantii koowaad markaasi ayuu dadka wuxuu ugu bushaareeyo u ogolaaday ramadaanta tani markay bilaabanto in suuqyada istaa aadimo iyadoo lagu aadimayo afka carbeed. Ramadaan markii bishii la arkay ba aadaankii bilaabmay, markaa Allahu akbar Allahu akbar waxaa la yidhahdaa reer Istanbul maalintaasi siday u ilmeeyeena farxad daraaddeed farxoodaasi wuxuu lamid ahaa kii maalintii la furtay Istanbul reer galbeed. Laakiin qadiyada raalika aad bay u dhibtay waddanka ay cilmaaninimada bareen, ay rabeen inuu caalam alislaami horyaal u ahaado, ay rabeen inuu noqdo tusaale lagu daydo sida uu dhaqmay inay kuwa kalena u dhaqmaan, inuu maanta haddana dib islaamnimo ugu noqdaa aada bay u dhibtay. Waayo wuxuu ka hor yimi aragtidii reer galbeed iyo dhankay u socotay. Ilaa maalintaa ilaa maanta lama aqbalin marnaba caalam alislaami inuu kasoo biriqo meel la odhan karo dadkaasi si xor ah bay rabaan inay islaamkooda u tabaqaan oo isugu xukumaan.